فلا يوجد فئة على وجه الأرض أخبث وأشر وأكفر وأكثر أعظم نفاقا وأعدى للعرب وللإسلام من العرب، للمسلمين من العرب وللسنة من أهل الإسلام مثل هؤلاء. هؤلاء ورثة المجوس سدمت بيت النار، الدعاة إلى إعادة بيت النار. فلا يوجد نفاق أعظم من نفاقا، ولا كفر أعظم من كفرهم، ولا ضغينة على الشعب العربي وعلى المسلمين وعلى السنة مثلهم. فلا بد أن يفهم هؤلاء على حقيقتهم. لا تغتروا بالتزييف، ولا تغتروا بالمخدوعين، ولا تغتروا بالجهلة. اقرأوا التاريخ تعرفونه. فهؤلاء شر الخليقة، شر الخليقة، والله لا يعلم في التاريخ أشر منهم هم هؤلاء. لكنهم من نفاقهم وخطورتهم في النفاق أنهم تقمصوا الإسلام، سموا دولتهم دولة الإسلام، وإلا هم معروفون أنهم أكذب خلق الله. هذا كلام الشافعي رحمه الله، أكذب خلق الله، ومعروفون أنهم يهدمون المساجد ويقيمون المشاهد الأبنية على القبور، والآن هم يعلنون أنهم يدافعون عن القبور، عن الأضرحة التي تعبد من دون الله. وين هؤلاء؟ وين الإسلام؟ لا بد أن يعرف هؤلاء على حقيقتهم، لا بد. لا تخدعون. وآخر محاولاتهم أمس يرسلون صاروخ إلى الكعبة، هي متحرم، هذه مذهبهم، يعني هذا دينهم، ما في جديد ترى، هذا دينهم. فلا يوجد يعني الذي في قلبه ميل لهؤلاء يعيد النظر في إسلامه، والذي يعلم أن عضو من أعضائه فيه ميل لهؤلاء يجب عليه أن يقطعه حتى يسلم من النار. هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء العرب، أعداء بيت النبوة. من عداوتهم لبيت النبوة أنهم يكذبون على أهل البيت، يفترون عليهم الكذب. آذوا أهل البيت، هم آذوا علي رضي الله عنه، هم الذين آذوا علي، وهم الذين خانوا الحسين حتى قتل، خدعوه، كتبوا له مكاتيب وتعالوا الحق من ننصرك، وتخلوا عنه وتركوه. هم قتلة الحسين رضي الله عنه. هؤلاء شر الخليقة. من يقرأ التاريخ ما يجد أشر من هؤلاء أبدا، لأنهم جمعوا بين الكفر الأعظم والشرك الأكبر، وبين العصبية لبيت النار وسدنة النار والمجوس، وبين النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، وبين عداوة الإسلام، وبين عداوة السنة، وبين عداوة العرب، وبين عداوة آل البيت. وفيه أضل وأحمق وأغبى ممن يرى دينا أن يكذب على من يزعم أنهم أئمته وسادته. فانتبهوا لهذا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، العرب لا يبغضهم إلا منافق. يقول صلى الله عليه وسلم، حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. فلا يبغضهم إلا من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل. فكيف إنسان يدين الله ببغض النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع راية الإسلام؟ في نفاق أظهر من هذا وأبين من هذا؟ اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر أهل الإسلام عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أدر عليهم دوائر السوء. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وأنزل بهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يقضون عليهم عن آخرهم. اللهم عليك بأئمة الكفر ورؤوس النفاق، أعداء الله ورسوله، وأعداء الإسلام، وأعداء العرب، وأعداء السنة. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت فإنهم لا يعجزونك.